طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي بقى أبدأ أتحرك خلال السين بتاعي من خلال لاعب هيمثل لي. اللاعب ده هو كبسول، بس قبل ما أضيف الكبسول تعالوا نزود الأول مساحة الأرضية بتاعتنا عشان نقدر نجري فيها براحتنا يعني. فهقف على السكيل تول وهزود المساحة بتاعت الأرضية بالشكل ده. ممكن تيجي هنا بقى تبدأ تعدل في التايلينج، تخليه مثلا 100 في 100 بحيث ان الارض تبقى طبيعيه شويه. وبعدين ابدا يمثل لي اللاعب، هستخدم بريمتيف جيم اوبجكت الكبسول. وتعال نشوف الدايمنشنز بتاعه الكبسول دي. من سي دي اوبجكت هضيف الكبسول، دبل كليك على كبسول. تعالى نوقفها في نعمل لها ريسيت ونشوفها الاول بتنزل لي ازاي. شايف شكل الكبسول؟ هو ده المفروض الشكل الطبيعي لو انا عملت ريسيت على الترانسفورم تول بتاع الكبسول. تعال نشوف الدايمنشنز بتاعت الكبسول دي. الكبسول دي عبارة عن كرة مقسومة نصين واسطوانة. شايف؟ ادي الاسطوانة بتاعتي، من اول الاسطوانة لغاية اخر الاسطوانة ده متر. الطول بتاع الانسان ده دلوقتي 1 متر اهو، وفي كرة مقسومة نصين، نص تحت ونص فوق، نص متر ونص متر. اذا طول الانسان ده 2 متر. فانا لو عايز اوقف الانسان ده بالظبط على الارض مش هفضل امشي بيه بالشكل ده، لا ده انا بعد ما عرفت ان هو طوله 2 متر ممكن لو وقفته على ارتفاع 1 متر يبقى هو كده اذا واقف على الارض بالظبط، واقف بالظبط على الارض زي ما انت شايف. طيب عشان ابدا احرك الاوبجكت ده هستخدم سكريبت هضيفه على الجيم اوبجكت. فهاجي على الاسيتس سكريبتس فولدر، هضيف الموف سكريبت بتاعي من كرييت سي شارب، هسمي السكريبت ده موف. وهنشوف ازاي هنحرك بقى الانسان ده. هضيف طبعا الموف سكريبت على الكبسول وهسمي الكبسول بلاير، وهشد الموف عليه بالشكل ده. كده السكريبت جاهز ان هو يحرك لي الكبسول كولايدر ده. الكبسول ده يا سيدي هنحركه ازاي؟ احنا قلنا ان الترانسفورم كومبوننت هو المسؤول عن مكان الجيم اوبجكت نفسه، والزد هو اللي بيحركه لي لقدام ولورا. فانا لو عايز اطلع لقدام يبقى انا محتاج ان انا اروح له للكومبوننت بتاع الترانسفورم وادخل على البوزيشن وازود القيمه بتاعت الزد عشان اتحرك لقدام ولورا. عشان الف يمين وشمال عايز ادخل على الروتيت، وفي الواي ابدا الف يمين وشمال. يعني انا اهو انت شايف طبعا اهو بيلف معايا. فتعال نشوف ايه هي الفانكشنز اللي هتساعدني ان انا اوصل للقصه دي. انا عشان اتحرك مع الجيم اوبجكت لازم استقبل انبوت من الكيبورد، فهبدا استخدم الكلاس اللي بيمكنني اني اتعامل مع الانبوتس، وهدخل جوه الكلاس ده وهستخدم الفانكشن اللي بتدي او بتزود قيمه الترانسفورم للجيم اوبجكت. هعمل زوم ان عن طريق ان انا هدوس على كنترول سكرول اب او كنترول بلس بلس، بس مش عارف كنترول بلس بلس مش عايز يشتغل معايا ليه. طيب ممكن نشيل الكلام ده، واحنا اتكلمنا قبل كده على الستارت فانكشن وعن الابديت فانكشن. طيب عشان انا اتحرك بالجيم اوبجكت يبقى انا محتاج اني اكتب كود يتطبق كل فريم، يبقى كل فريم مستني ان هو ياخد الامر مني هل في داس على الكيبورد ولا لا، ولو اداس على الكيبورد يبدأ يزود قيمة الترانسفورم بالقيمة اللي انا هديها له. يبقى انا لو جيت هنا وعملت اف كونديشن يسأل هل البطن اداس عليه ولا لا. طيب لو انا هستخدم في تحريك الجيم اوبجكت ده الاسهم او ال W وال S وال A وال D عشان اطلع لقدام وارجع لورا، W وال S او سهم لفوق والسهم لتحت. لو عايز الف يمين او الف شمال هستخدم ال A وال D او السهم اليمين والسهم الشمال. فاللي بيمثل لي السهم اللي لقدام او السهم اللي فوق ده اللي بيطلع لفوق الكي كود دوت اب ارو. يبقى انا حدي قيمة الكي كود دوت اب ارو ده للفانكشن بتاعة الانبوت دوت جيت كي. يبقى انا عندي هنا كلاس اسمه انبوت، ده اللي بيهندل الانبوتس ان كان جويستيك ان كان كيبورد وات ايفر، دوت جيت كي هي دي الفانكشن اللي هتهندل لي الكيز بتاعت الكيبورد. طيب هتدي الفانكشن دي متغير مين اللي يدور عليه او اللي يستناه انه يحصل في تغيير عشان يبدأ يطبق الاكواد؟ هتدي الفانكشن دي كي كود دوت اب ارو. لو اقول له هنا كي كود اهي دوت
اب، انا مش عايزك تكتب حاجه، انت بتبدا ومع الاوت كومبليشن بتدوس انتر على طول بتكمل لك الجمله. يبقى ادي الانستراكشن اللي هتقول لي ان البوتن بتاع الاب اتداس عليه. طيب هنحط الانستراكشن دي كشرط لاف كونديشن. يبقى انا عندي ادي الانستراكشن، الاف كونديشن شكله عامل ازاي، ادي اف، وهنا ما بين القوسين دول الكونديشن، وما بين التو كيري براكتس الانستراكشنز اللي عايز اطبقها اذا كان الكونديشن ده صحيح. يبقى انا هدي الجمله دي للكونديشن، هقول له لو كان حد داس على السهم اللي لفوق او حد داس على الدبليو بوتون من الكيبورد نفذ الاوامر اللي هنا. تعالى نعمل هنا ديباجنج بسيط كده، نشوف نطبع بيه جمله على الكونسول تقول لنا ان في حد داس على الاب ارو. فهقول هنا ايه ديباج دوت لوج، ونطبع هنا string value اقول له ايه up key is passed، ونشوف الكلام ده كده هيبقى شكله عامل ازاي لما ابدا اطبقه عندي. طيب انا لو كنت مش واخد الكود، الكود ده لو ما كانش موجود عندي على اي من الجيم اوبجكتس دول مش هلاقي له اي تاثير. يبقى لازم الكود بعد ما كتبته يكون الكود متطبق على واحد من الجيم اوبجكتس اللي جوه السين. طبعا انا دلوقتي هطبع جمله بس على الكونسول، يعني انا لسه ما بتحركش ولا اي حاجه. طيب تعال نشوف مع الاون سكرين كيبورد كده عشان تبقى شايف ايه اللي بيحصل. اشغل اللعبه بتاعتي، لو دوست هنا على الاب شايف ايه اللي بيحصل، بتطبع الجمله بتاعتي. طيب لو دوست على الدبليو ما بيحصلش حاجه، يبقى انا هنا بتعامل مع الاب كي بس. طيب لو كنت عايز كمان تقول له لو كان كمان الدبليو اتداس عليه، هتعمل هنا هتقول له او كان ال W اتداس عليه. يبقى انا ممكن اخد الكلام ده كده كله كوبي كنترول سي، واجي هنا اقول له او شيفت مع البطن اللي عليه سلاش هيديك العلامة دي، وهنعمل بيست لنفس الامر، وهاجي هنا بدل كي كود بدل ما كنت بقول له اب او هقول له دوت W لازم تكون كابيتال. يبقى هنا دلوقتي بيقول لي لو كان الكي كود الاب او ال W اتداس عليه اطبع الجملة دي. طيب كل خطوة لازم نعمل تيست. وهنا اول لما بشغل بلاقي عشان متداس على البطن بتاع كتير اون بلاي كل ده هيتنضف. او مستنيني ادوس بقى على اي من ال W او الاب او، ادي ال W او الاب. طبعا انت لو مش واخد بالك هتلاقي هنا، شوف الرقم هنا طبعا بيطبع عدد كبير. ليه؟ لان الاب فانكشن انا هنا بدوس الاب فانكشن بتتنفذ 60 مره او 120 مره في الثانيه، في حالتي انا 120 مره في الثانيه، فانا بدوس جزء من الثانيه بس بتطبعها لي مثلا 8 مرات ولا 9 مرات زي ما انت شايف كده. اهو بقت 39 45 اظن واضح. طيب لو احنا عايزين بقى الامر ده بدل ما هو ديباجنج على الكونسول يبقى تحريك للجيم اوبجكت اللي انا واقف عليه بالسكريبت ده، عايز السكريبت ده يروح للترانسفورم كومبوننت ويزود الزد فاليو بالبوزيتيف طبعا، فيزودها. يعني هي دلوقتي هي ماينس 1.12، هنشوف هتزيد معايا كام لما هدوس او لما هغير الانستراكشن عندي هنا وهستخدم الامر اللي هيزود لي القيمه دي. فاقول ايه transform dot translate، هي دي الفانكشن اللي انا هستخدمها. الفانكشن دي هتاخد ثلاث قيم، قيمه في الاكس قيمه في الواي قيمه في الزد، فانا مش عايز ولا زيد ولا في الاكس ولا في الواي، عايز زيد في الزد. فاقول 0 0، تعالى نزيد بقيمه 1 مثلا، 1 متر، 1 اف. 1 اف ليه؟ لان هي القيم اللي بتاخدها هنا، شايف البوكس ده بيوضح لي القيمة اللي هو مستنيها هنا، هو مستني فلوت فاليو، فأي قيمة فلوت مع السي شارب بتحط مع القيمة اف، واحد هيكتبها بشكل تاني، واحد هيقول لك هكتبها كده، الاتنين متساويين معايا. فلوت يعني قيمة حقيقية، الانتجر قيمة صحيحة. الأعداد زمان كنا بنقول أعداد صحيحة اللي هي 1 2 3 4، لكن الأعداد اللي فيها كسورة بقى اللي هو 1.5 1.5، الكلام ده كله بيبقى float value. طيب تعالى نعمل commenting لل debugging مش محتاجينه خلاص، ونشوف الأمر ده هل هيحرك لي الجيم أوبجكت ولا لأ. وأنا مستني كده هتحرك إيه؟ هتحرك 1 متر على حسب ما الفانكشن دي هتطبق بقى. فالفانكشن دي لو اتطبقت مثلا
سبع تمن مرات، فانا كده مع الدوسه الواحده هتحرك بتاع 7 8 متر، فاشوف ان الحركه هتبقى كبيره شويه. تعال نشوف، ممكن اجي عشان اشوف الموضوع بوضوح من على الجيم، اقول ماكسمايز اون بلاي مع الجيم ويندو، اقول ماكسمايز اون بلاي ونبقى جاهزين بالشكل ده ان احنا نتحرك. شايف هو بيتحرك لقدام، طبعا مفيش لتحت لان احنا مش عاملين الا امر ان هو بيهندل الكيبورد بتاع الاب ارو او بتاع الدبليو. طيب لو احنا عايزين نرجعه لورا، واحد هيقول لي سهل قوي ده، احنا هناخد الكلام اللي فات ده كله كوبي وبيست، وبدل ما انا هنا بديله 1 متر هديله قيمة بالماينس، فانا هقول له هنا ده اللي بيحركني لقدام اهو، كنترول سي كنترول في. تعالى كده نظبط الدنيا عندنا، هنا بدل ما كنت بقول له اب ارو دوس بس او شيل الكلام ده ودوس دوت واكتب دي دي او مثلا، ادي الداون ارو طلع معايا، وهنا بدال ال W هنتكلم على ال S، وبدال القيمة ما كانت بالبوزيتيف هتبقى بالنيجاتيف. نشوف كده ان احنا هنقدر نطلع لقدام ونرجع لورا. بعد كده هنشوف ازاي هنعمل الالتفاف، اهو دلوقتي انا بقدر اطلع لقدام وارجع لورا. يلا نوصل بسرعة نعمل الالتفاف. الالتفاف عن طريق ان احنا هندي قيمة في الروتيشن للواي عن طريق ترانسفورم، بدل ما كنا بنقول دوت ترانسليت هنقول ترانسفورم دوت روتيت، وهندي قيمة للواي برضه. الروتيت بتاخد قيم في الاكس وفي الواي وفي الزد. يبقى انا كده ممكن تعال نكتب الامر الاول، اقول لك ترانسفورم دوت روتيت، ادي الامر بتاعنا صفر وواحد اف وصفر، ادي الامر اللي هيعمل لي الالتفاف. نحطه جوه الكونديشن بتاع بقى يا اما يمين يا اما شمال، يمين هيلف بقيمة موجبة، شمال هيلف بقيمة سالبة، او مع ال A وال D. طيب انا ممكن اخد الكلام ده كده تسهيلا كوبي واجي هنا اعمل له بيست، كنترول سي كنترول في، وهنا بدل ما كنت بقول الاب او هنتكلم الاول على الرايت دوت، ادي الرايت ارو بتاعي رايت ارو مع الدي، الليفت ارو مع الاي، ادي الليفت ارو مع الاي، وهنبدل الجملة بتاعت الانستركشن بتاعت الترانسليت بالروتيت، واحدة في الموجب واحدة في السالب. ادي كده بقدر اطلع لقدام وارجع لورا اهو، باجي يمين وشمال بس بلاقي الالتفاف بتاعي بطيء شوية. تعال نخليها مش واحد، نخليها 10، واحد هيقول لي ايه ده، طب احنا يا عم الجيم اوبجكت بيسيبني ويجري. هقول له ده سهل جدا بقى، يعني الكلام ده سهل اسهل منه مفيش، احنا بدل ما كانت الكاميرا واقفه ثابته هناخد الكاميرا نخليها تشايلد من البلاير عشان تتحرك معايا. تعال نشوف وضعيه الكاميرا بالنسبه للبلاير دلوقتي اهي، لو كنت عايز تقف على السين دبل كليك على الكاميرا، شايف الكاميرا اهي، تعال ناخد ده هنا كده. لو عايز تغير وضعيه الكاميرا بالنسبه للبلاير ممكن تخليها بالشكل ده، هنشوف لو شغلنا دلوقتي.